الحكومة تنتظر من مجلسكم الموقر العون والنصح وممارسة اختصاصاته الرقابية والتشريعية. رقابة كما أشار حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه تتسم بالوعي والجدية والموضوعية وتبتعد عن الكيدية والشخصانية والحسابات السياسية وتعالج الخلل وتحاسب المقصر والمتجاوز وتقضي على مظاهر التسيب والقصور وفي مجال الاختصاص التشريعي ما يحقق المصلحة العامة لا المصالح الفئوية أو الانتخابات الانتخابية الضيقة. والحكومة تؤكد أنها تحترم الحقوق الدستورية لجميع النواب وأنها تأمل بالمقابل في احترام النواب الأفاضل لحقوقها الدستورية وما تكفله لها من أدوات وإنها على استعداد دائم وتام للتعاون مع الجميع لما فيه خير الوطن واستقراره وتحقيق الهدف المشترك في البناء والتنمية.